بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 74. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، شرع لعباده حج بيته الحرام والوقوف بالمشاعر العظام، ووكل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بيان تلك الأحكام، فبين صلى الله عليه وسلم لأمته مناسك حجهم وقال: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد هذا العام. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، نواصل الحديث معكم عن بيان أحكام الحج. وكنا قد أسلفنا في الحلقة الماضية الكلام عن الإحرام بالحج يوم التروية والخروج إلى منى والمبيت بها، ثم الذهاب إلى عرفة والوقوف بها وما يتعلق بذلك من أحكام. فليكن حديثنا في هذه الحلقة عن الدفع من عرفة والمبيت في مزدلفة وما يتعلق بذلك من أحكام. فنقول: بعد غروب الشمس يدفع الحجاج إلى مزدلفة بسكينة ووقار، لقول جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء، يعني ناقته الزمام، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة. فهكذا ينبغي للمسلمين السكينة والرفق عند الانصراف من عرفة، وأن لا يضايقوا إخوانهم الحجاج في سيرهم ويرهقوهم بمزاحمتهم ويخيفوهم بسياراتهم، وأن يرحموا الضعفة وكبار السن والمشاة. ويكون الحاج حال دفعه من عرفة إلى مزدلفة متواضعا مستغفرا، لقوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وسميت مزدلفة بذلك من الإزدلاف، وهو القرب، لأن الحاج إذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا إليها، أي تقربوا ومضوا إليها. وتسمى أيضا جمعا لاجتماع الناس بها، وتسمى بالمشعر الحرام، قال في المغني: وللمزدلفة ثلاثة أسماء: مزدلفة وجمع والمشعر الحرام. ويذكر الله في مسيره إلى مزدلفة لأنه في زمن السعي إلى مشاعره والتنقل بينها، فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء جمعا مع قصر العشاء ركعتين بأذان واحد وإقامة لكل صلاة، وذلك قبل حط رحله، لقول جابر رضي الله عنه يصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. ثم يبيت الحجاج بمزدلفة حتى يصبحوا ويصلوا الفجر، لقول جابر: ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. ومزدلفة كلها يقال لها المشعر الحرام، وهي ما بين مأزمي عرفة إلى بطن محسر. قال صلى الله عليه وسلم: ومزدلفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن محسر. والسنة أن يبيت بمزدلفة إلى أن يطلع الفجر، فيصلي بها الفجر في أول الوقت، ثم يقف بها ويدعو إلى أن يسفر جدا، ثم يدفع إلى منى قبل طلوع الشمس. فإن كان هناك من الضعفة أحد كالنساء والصبيان ونحوهم، فإنه لا بأس أن يتعجلوا في الدفع من مزدلفة إلى منى إذا غاب القمر. وكذلك يجوز لمن يتولى أمر الضعفة من الأقوياء أن ينصرف معهم بعد منتصف الليل. أما الأقوياء الذين ليس معهم ضعفة
فلا ينبغي لهم أن يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجر فيصلوا بها الفجر ويقفوا بها إلى أن يسفروا. فالمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، لا يجوز تركه لمن أتى إليها قبل منتصف الليل، أما من وصل إليها بعد منتصف الليل فإنه يجزيه البقاء فيها ولو قليلا، وإن كان الأفضل له أن يبقى فيها إلى طلوع الفجر ويصلي فيها الفجر ويدعو بعده كغيره. قال في المغني: ومن لم يواف مزدلفة إلا في النصف الأخير من الليل فلا شيء عليه، لأنه لم يدرك جزءا من النصف الأول فلم يتعلق به حكمه. ويجوز لأهل الأعذار ترك المبيت بمزدلفة كالمريض الذي يحتاج إلى تمريضه في المستشفى، وكذلك من يحتاج إليه المريض لخدمته، وكالسقاة والرعاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في ترك المبيت بمزدلفة. فالحاصل أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج لمن وافاها قبل منتصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال: لتأخذوا عني مناسككم، وأقل المجزي من المبيت إلى نصف الليل، وإنما أبيح الدفع بعد منتصف الليل لما ورد فيه من الرخصة، ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى، لقول عمر: كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير، وثبير جبل على المزدلفة يخاطبونه، أي لتطلع عليك الشمس حتى ننصرف. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل طلوع الشمس. ويدفع الحاج من مزدلفة إلى منى وعليه السكينة، فإذا بلغ وادي محسر وهو واد بين مزدلفة ومنى يفصل بينهما وهو ليس منهما، فإذا بلغ هذا الوادي أسرع قدر رمية حجر. ويأخذ الحاج حصى الجمار من طريقه قبل أن يصل إلى منى، أو يأخذه من مزدلفة أو من منى أو من حيث شاء، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته: القط لي حصا فلقدت له سبع حصيات هن حصى الخذف، فجعل ينفضهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء فرموا. ثم قال: يا أيها الناس، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فتكون الحصاة من حصى الجمار بحجم حبة الباقلة أكبر من الحمص قليلا، فلا يجزئ الرمي بغير الحصى ولا بالحصى الكبار التي تسمى حجرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى وقال: خذوا عني مناسككم. فإذا وصل إلى منى، وهي ما بين وادي محسر إلى جمرة العقبة، ذهب إلى جمرة العقبة وهي آخر الجمرات مما يلي مكة وتسمى الجمرة الكبرى، فيرميها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة بعد طلوع الشمس، ويمتد زمن الرمي إلى الغروب. ولا بد أن تقع كل حصاة في حوض الجمرة سواء استقرت فيه أو سقطت بعد ذلك، فيجب على الحاج أن يصوب الحصى إلى حوض الجمرة لا إلى العمود الشاخص، فإن العمود ما بني لأجل الرمي وليس هو موضع الرمي، وإنما بني ليكون علامة على الجمرة، ومحل الرمي هو الحوض. فلو ضربت الحصاة العمود وطارت ولم تمر على الحوض لم تجزئه، والضعفة ومن في حكمهم يرمونها بعد منتصف الليل، وإن رمى غير الضعفة بعد منتصف الليل أيضا أجزأهم، وإن كان ذلك خلاف الأفضل في حقهم. ويسن أن لا يبدأ بشيء حين وصوله إلى منى قبل رمي جمرة العقبة، لأنه تحية منى. ويستحب أن يكبر مع كل حصاة ويقول: اللهم اجعله حجا مبرورا. ويستحب أن يكبر مع كل حصاة ويقول: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. ولا يرمي في يوم النحر غير جمرة العقبة. وهذا مما اختصت به عن بقية الجمرات. أيها المستمعون الكرام،
إلى لقاء قادم إن شاء الله في حلقة أخرى لنواصل الحديث عن بقية أحكام المناسك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.